بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 48. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. تناولنا في الحلقة السابقة تفسير الآيتين، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، والآية التي بعدها. ولعلنا في هذه الحلقة نتناول ما تيسر مما يستفاد من هاتين الآيتين. أولاً، استفادوا من هاتين الآيتين الكريمتين أن آيات القرآن كلام الله منزلة من عنده، لأن الله أضافها إليه سبحانه وتعالى إضافة صفة إلى موصوفها. فالقرآن وآياته منزل غير مخلوق، كما تقوله الجهمية، بل هو كلامه، وكلامه سبحانه غير مخلوق، لأنه صفة من صفاته جل وعلا، والله جل وعلا بصفاته خالق وليس بمخلوق. ثم أيضاً، ليس القرآن أو الآيات القرآن ليست من كلام محمد ولا من كلام جبريل، لأن الله أضافها إلى نفسه. وأما جبريل وأما محمد عليهما الصلاة والسلام فإنما هما مبلغان عن الله سبحانه، والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئاً لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ثانيا، يؤخذ من الآيتين الكريمتين تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الظلم، لأن الظلم لا يليق به سبحانه وتعالى. الذي يليق به سبحانه هو العدل، والظلم على ثلاثة أنواع: ظلم بين العبد وبين ربه، وهذا ظلم الشرك كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والنوع الثاني ظلم بين العبد وبين نفسه، وهذا هو ظلم المعاصي. العاصي إنما يظلم نفسه، لأنه وضعها في غير موضعها وعرضها للعقوبة. قال موسى: ربي إني ظلمت نفسي. وقال آدم وحواء عليهما السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا. والله جل وعلا يقول: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فكل المعاصي ظلم من العبد لنفسه، لأنه عرضها للعقوبة. والقسم الثالث ظلم بين العبد وبين الناس بالتعدي عليهم في دمائهم أو أخذ أموالهم أو التعدي على أعراضهم أو حرماتهم، وهذا ظلم شنيع. وقد جاء في كلام أهل العلم أن النوع الأول، وهو الظلم الذي بين العبد وبين ربه بالشرك، أن هذا لا يغفره الله إلا بالتوبة.
وأما ظلم العبد لنفسه فهذا تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه، وأما ظلم العبد للناس فإنه لا يسمح عنه إلا إذا سمح أصحابه، لا يترك الله منه شيئا، بل لا بد من الاقتصاص من الظالم للمظلوم، إلا أن يعفو صاحب المظلمة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته للمظلومين، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه، طرح في النار. ويؤخذ من الآيتين أيضا أن الخلق كلهم عباد الله ومماليكه سبحانه وتعالى، فمنهم من هو عبد لله العبودية العامة التي تشمل المؤمن والكافر، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ومنهم العبد عبودية خاصة وهم المؤمنون عباد الله وعباد الرحمن، فهذه عبودية خاصة تقتضي الإكرام من الله سبحانه وتعالى. ويؤخذ من الآيتين الكريمتين أن كل ما يجري في هذا الكون فإنه راجع إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقه وقدره، وإلى الله ترجع الأمور، فما يكون من شيء من خير أو شر أو غنى أو فقر أو مرض أو صحة أو كفر أو إيمان أو طاعة أو معصية، لا يكون في هذا الكون إلا ما هو مقدر من الله سبحانه وتعالى لحكمة، فهو الذي قدر الأشياء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، لا يخرج ذلك عن تقديره سبحانه وتعالى، فالشر داخل في تقديره وخلقه، ولكن الله خلقه لحكمة، وخلقه للابتلاء والامتحان وتميز العباد بعضهم من بعض، حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم، فالله خلق الكفار وخلق الشياطين وخلق العصاة وخلق أعمالهم، كما أنه خلق الجنة وخلق النار، كل ذلك لحكمة منه سبحانه وتعالى لأجل الابتلاء والامتحان وتميز أهل الخير من أهل الشر. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.